فضيلة الشيخ بارك الله لكم في علمكم ونفع بكم، أقوم بإمامة مسجد لكني لا أصلي الفروض فيه سوى الجمعة، وأعطي أحد الناس مبلغ من المال قدره 1000 ريال تقريبا، ما حكم ذلك؟ وهل الراتب الذي أخذه حلال؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. هذا لا يجوز لك، إما أن تلتزم بالإمامة وإما أن تتركها لغيرك. أما إنك تتوظف في الإمامة ولا تقوم بالعمل وتأخذ الراتب، هذا لا يجوز لك. إما أن تقوم بالإمامة تصبر عليها، وإما أن تتركها لغيرك ولا تربطها وتتحمل المسؤولية وأنت لا تقوم بالعمل. نعم.